يا اهلا وسهلا عزيزي الوجيه، واسعد الله اوقاتك بكل خير وربي واحشني. الايام الماضيه يعني صراحه تغير جدول القناه بشكل واضح جدا، لانه صار عندي بثوث شبه يوميه على منصه تويتش، وكمان قناه الالعاب غير ماراثون الافلام اللي بدات فيه. وعلى طاري ماراثون الافلام، قبل فتره للامانه صابني فيروس فقدان الشغف في متابعه افلام ومسلسلات جديده، وصراحه ما هو شيء جديد، يعني تجيني كل سنه هذه الحاله لما اكثر متابعه افلام، احرق افلام افلام افلام، يجيني كذا لحظه اقول خلاص كفاية يا ابوي خذ بريك. عموما في سنة 2022 جلست أجل أفلام مرة كثير، وصلت حوالي 17 أو 18 فيلم اللي أجلتها. أنا تابعت حوالي 30 أو 31 فيلم في سنة 2022. عموما تابعنا اللي تابعناه وأجلنا اللي تأجل، قلت خلاص يا عمي الآن جمع الأفلام اللي سحبت عليها ويلا تابعهم على رواقة. وبالفعل مع بداية السنة الجديدة عاد الشغف ولله الحمد، عادت الطاقة الجميلة لمتابعة الأفلام واللي تخليك تتابع الأفلام كذا وانت مروق. وتقريبا باقي لي حوالي 6 أو 7 أفلام وأكون خلصت أفلام 2022، أو على الأقل الأفلام اللي أنا مهتم فيها من سنة 2022. أنه يعني الأفلام اللي نزلت في 2022 مرة كثيرة، بس الأفلام اللي تهمني حوالي 30 أو 35 أو ممكن 40 فيلم، ومجرد ما أخلصها راح ينزل لكم فيديو. عموما أنا من جاي أبربر عليكم في بداية الفيديو، الفيديو أخبار والوجيه قاعد يحكي لنا قصة حياته. فاللي بقوله لكم، بمجرد ما أخلص متابعة الأفلام المتبقية لي من أفلام سنة 2022 راح أنزل لكم فيديو أسولف فيه عن كل الأفلام بشكل موجز وتقييمي السريع لها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فلذلك وإلى ذلك الحين راح نكتفي بسلسلة أخبار هوليوود، ومن ثم بإذن الله نرجع لروتين القناة ومحاولة التنويع في المحتوى إن الله أراد. فقبل ما نخش على أخبار هذا الأسبوع، ما يحتاج أذكرك تسوي في بداية كل فيديو صح؟ ياب زبط المظبيط، أنت قيدك عارف وما يحتاج، صرنا نمون على بعض. غير كذا عزيزي الوجيه، يلا بينا نشوف شي أخبار هوليوود لهذا الأسبوع. سنة 2002 يا جماعة نزل فيلم اسمه مايلز 8 أو 8 مايلز عفوا، وكان من بطولة نجم الراب الكبير والقدير إمينيم. فيلم جميل ويدور حول عالم الراب وكيف قدر إمينيم إنه يشق طريقه في هذا العالم القاسي والصعب. عموما قبل كم يوم يا جماعة نزل خبر بواسطة 50 سنت اللي هو رابر برضه والمغني الشهير والرابر إمينيم، وقالوا إنهم راح يشتغلوا على مسلسل مشتق من فيلم 8 مايلز، وراح تدور أحداث المسلسل بطبيعة الحال حول عالم الراب وصناعة أغاني الراب وما إلى ذلك. ووضح الرابرز القدماء والمعتقين اللي هم إمينيم و50 سنت، وقالوا إن المسلسل راح يكون حاجة جدا 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 ضخمة، وراح يستاهل المسلسل إنه يقال عنه إرث كبير يقدم لعالم الراب والتلفزيون. حلو يا إمينيم، حلو يا 50 سنت، ننتظر ونشوف. وبالمناسبة اللي ما شاف فيلم 8 مايلز يشوفه، ترى مرة رهيب. أسبوع واحد يفصلنا يا جماعة عن انطلاقة مسلسل The Last of Us والمشتق من اللعبة الشهيرة The Last of Us، واللي راح يصدر بمشيئة الله على منصة HBO Max بمعدل حلقة واحدة أسبوعيا. إيش تحسب نظامهم زي نتفليكس دوف 20 حلقة 30 حلقة مع بعض؟ لا، بس الأمانة واحدة من الأشياء اللي مضايقتني يعني شوية هو إني ما سبق ولعبت لعبة The Last of Us نهائيا، بس اللي أعرفه إنه اللعبة هذه لها جمهور جدا كبير، والمسلسل ما سووه أصلا إلا لأنه اللعبة جدا ناجحة. فكان ودي انه ايش اكون لعبت اللعبه شويه او على الاقل عندي تجربه بسيطه فيها، ولكن في نفس الوقت اعتقد انه ما راح يكون في مشكله لو تابعت المسلسل وبعدين لعبت اللعبه. اتس فاين اتوقع صح؟ بالعكس يمكن لو لعبت اللعبه قبل المسلسل بيكون حركت على نفسك المسلسل، والعكس لو تابعت المسلسل وبعدين لعبت اللعبه. والله ماني عارف، فايش خلوني اكتفي بالمسلسل بما انه اللعبه صار صعب ان نلعبها. كل اللي نقدر نقوله يا جماعه اسبوع واحد وراح نشوف باذن الله الحلقه الاولى من مسلسل ذا لاست اوف اس اللي انا مره متحمس له وكل الناس متحمسين له صراحه. وفيلم افاتار ذا واي اوف ووتر، الفيلم او الجزء الثاني من سلسله افلام افاتار للمخرج الكبير جيمس كاميرون، ما زال مستمر في تحطيم وتفجير شباك التذاكر الامريكي والعالمي. تخيلوا بس في 4 أسابيع قدر الفيلم انه يكسر حاجز $1 مليار و700 مليون دولار، يعني باقي له شويه ويقفل 2 مليار. يا ساتر يا القوه. وبكذا يا جماعه يكون افاتار الى تاريخ هذا الفيديو في المرتبة التاسعة كأكثر الأفلام تحقيقا للأرباح في تاريخ السينما وتاريخ العالم كله. ولسه
ولسه يا جماعة ترى ما لنا الأربع أسابيع من يوم نزل الفيلم، يمكن يطلع للمركز الثاني ويمكن يطرح الأول زي ما قلنا. وفيلم ميغان يا جماعة توفر في صالات السينما، تقدر الآن بعد هذا الفيديو مباشرة تخش على تطبيق أي سينما قريبة منك وتحجز تذكرتك مباشر. بس لحظة، لا تتحمس وتروح تحجز تذكرة الفيلم إلا لو كنت من محبين الخيال العلمي والرعب في آن واحد، يعني أجواء بلاك ميرور زي كذا، فاهم؟ لأنه قصة فيلم ميغان عن طفلة آلية يتم شراءها لتسلية طفلة بشرية، والطفلة الآلية هذه مع الوقت تبدأ تتحول إلى ماكينة قتل وتشك كل البشرية اللي قدامها. للأمانة الفيلم اختلف المراجعين في تقييمه، أنا للحين ما زلت متعلق في ماراثون الأفلام اللي عندي، فبعد ما أخلص مجموعة الأفلام اللي عندي بروح أتابعه إن شاء الله. ولكن اللي بقوله لكم الاختلاف بالعكس يخلي العمل مثير للاهتمام، ناس تقول إنه مرة حلو وناس تقول إنه مرة سيء. الموضوع مش سهل تنحاز لذولي ولا لذولي، لا، الموضوع إنه لازم أنت تروح تتابع الفيلم وتحكم بنفسك. غير كذا يا جماعة الفيلم ميزانيته بس 12 مليون دولار، ميزانية مرة بسيطة في عالم صناعة الأفلام، وفي أول أسبوع له قدر يحقق 45 مليون دولار أمريكي. يب، إيزي بيزي، هذه هي تجارة صناعة الأفلام. وفيلم أينت مان الجزء القادم يا جماعة، واللي راح نشهد فيه أول ظهور لشخصية كانغ الغازي، تم الإعلان يا جماعة إنه راح تكون مدة الفيلم 2:05. حلو حلو حلو، مرة حلو، مدة منطقية لفيلم مرة مهم في عالم مارفل أو في المرحلة الجديدة لعالم مارفل. ولو إنك ناسي، وفي حال إنك ناسي، أحب أقول لك شفت كيف، شفت كيف الوقت بيعدي بسرعة. تخيل إنه الفيلم باقي له شهر تقريبا وبنشوفه في صالات السينما. ياب، تخيل قبل فترة كنت أقول لك باقي له 7 شهور 8 شهور، دحين باقي له شهر. الأيام تجري يا جماعة، الأيام تجري، الحقوا الأيام قبل ما تفقع عليكم. فاكرين فيلم باليرينا اللي قلت لكم إنه راح يكون النسخة النسائية من سلسلة أفلام جون ويك؟ سلام عليكم، ومن بطولة مين؟ أنا ديارمس، يسعد لأم المذاكرين يا شيخ. المهم يا جماعة، صرحت الممثلة أنا ديارمس واللي راح تكون بطلة هذا الفيلم المشتق من عالم جون ويك، وقالت إنه في هذا الفيلم بالتحديد اللي راح ينزل غالبا في 24 راح يكون في مشهد قتالي بينها وبين جون ويك. عاد مين يفوز، مين يهزم الثاني، الله أعلم، بس أكيد إنه ما في أحد منهم راح يقتل الثاني، بس غالبا القتال اللي بيكون بينهم يعني مجرد حاجة مؤقتة كذا، وحاجة حماسية يعني، او جون ويك الانثى وجون ويك الذكر يتقابلوا ويتضاربوا، ايه، وبعدين كل واحد يروح في حال سبيله، حاجه زي كذا. ومسلسل وينزداي اللي اشغلوا عيشه اهلنا فيه في كل مكان، تدخل التيك توك تلاقي الناس بترقص، تدخل الانستغرام تلاقي الناس متنكرين على لبس المسلسل. المهم اللي بقوله لكم يا جماعه انه مسلسل وينزداي عمل ضجه، والممثله نفسها عملت ضجه، وبشكل عام الصدى اللي عمله هالموسم الاول هو مؤشر نجاح للمسلسل، سواء كان تقييمه كويس ولا تقييمه سيء. طيب انت يا وجيه تابعته؟ لا. المهم نتفليكس وبطبيعة الحال شافت انه ايش المسلسل سوى ضجة والممثلة ضربت والدنيا ايش صارت كده فوق الفوق، ايش قالوا نتفليكس؟ هبلوا هبلوا موسم ثاني بسم الله على بركة الله، ليش لا، احلبوا ابو جدو يا نتفليكس، مش موسمين ولا ثلاث، سووا 10 مواسم، خلاص طفيشنا طفيشنا، سو اللي يعجبكم على اللحظة. وعلى طاري نتفليكس يا جماعة والمسلسلات اللي تم حلبها أكثر من اللازم، تم الإعلان إنه الممثل ديفيد هاربر والممثلة وينونا رايدر راح يكون راتب كل واحد منهم في الجزء الخامس من مسلسل سترينجر ثينجز حوالي 9,500,000 دولار أمريكي، وباقي الأولاد الصغار في هذا المسلسل راح تتراوح رواتبهم في الموسم الخامس من مسلسل سترينجر ثينجز ما بين 6,000,000 و7,000,000 دولار لكل واحد منهم، عدا البطلة ميلي بوبي براون. للأمانة ما في رقم واضح للحين، ولكن إما أنها بتاخذ زي الكبار 10 مليون تقريبا أو ممكن تاخذ 20 مليون تقريبا، الله أعلم، لأنه صراحة هي الأعلى أجرا في هذا المسلسل كله، وهي اللي شايلة الليلة صراحة يعني. وصرح جيمس جان المدير الكبير لاستديوهات دي سي الجديد والمخرج القديم اللي قدم لنا أسوأ عملين في عالم دي سي وأفضل أعمال عالم مارفل، لأنه في دي سي كتب واخرج وجاب ام العيد، بس في مارفل كتب وساعد في الكتابه واخرج في نفس الوقت. المهم يا جماعه انه جيمس جان اعلن وقال انه الخطه الجديده لعالم دي سي راح تكون مدتها ما بين 8 و10 سنوات، وراح يبداوا بشكل تدريجي بنشر اخبار ايش هي الخطه وايش هي الافلام الجديده لدي سي ومين الممثلين ومين النجوم وما الى ذلك تقريبا. والله يا جماعه انا ماني مطمن لجيمس جان، قد ما حاولت اني اتفائل واتفائل واتفائل
تتخبى خلف عباءة التفاؤل، إلا إنه في كده شيء جواتي يقول الله يستر أحسه بيجيب العيد. استودعناكم والله عالم دي سي، والله ما نتمنى لكم إلا كل خير. دي سي يا أخي عالم نظيف، عالم مرتب في الكوميك، عالم رهيب في الأنيميشن، عالم رهيب في بعض الأعمال اللي سووها. خوفك جيمس جان يجيب أم العيد في، الله يستر بس. وبالحديث عن دي سي وجيمس جان، الممثلة غال غادوت وسلسلة أفلامها وندر وومن ما راح يكونوا موجودين في خطة دي سي القادمة نهائيا. ممكن ترجع وندر وومن بس غال غادوت ما راح ترجع. خبر حلو للبعض مش حلو للبعض، ما يهمنا هذا الكلام، يهمنا زي ما قلنا ايش دي سي. الله يفتح عليكم ويسر لكم اموركم يا دي سي. وبالحديث عن دي سي برضو، فيلم شازام الجزء الثاني ما زال قائم وراح ينزل في شهر مارس بمشيئة الله في سنة 2023 اللي هي هذه السنة، يعني بعد حوالي شهرين. شفت كيف الوقت بيعدي؟ الله يديني. وبالحديث عن دي سي برضو، الفيلم الخاص بشخصية ذا فلاش ما زال قائم برضو وراح ينزل تقريبا بعد 6 أشهر من تاريخ هذا الفيديو. ومن المشاع انه دي سي راح تبقي على الممثل إزرا ميلر في الخطة القادمة لدي سي. ليش لا؟ للأمانة إزرا ميلر صح انه راعي مشاكل في حياته الشخصية، بس ما يهمنا، آدمي ممثل رهيب وأداؤه لشخصية ذا فلاش من أروع ما يكون. بقاؤه في الخطة الجديدة لدي سي خيار كويس جيمس جان، هذا لو كان خيار جيمس جان أصلا. ديف باتيستا يا جماعة يقول إنه خلاص كفاية، يقول إنه اكتفى ثم اكتفى ثم اكتفى. يا ساتر وش في وجهه، اكتفى من إيش؟ هيعتزل تمثيل؟ لا، ديف باتيستا يا جماعة قرر خلاص إنه راح يترك عالم مارفل إلى الأبد بعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام Guardian of the Galaxy، ولكنه وضح وقال إنه أي نعم أنا انبسطت في الشغل مع مارفل وشخصية دراكس اللي قدمتها، ولكن كفاية أدوار سخيفة وكفاية أدوار كوميدية، أبغى أركز على أدوار أكثر جدية وأدوار درامية فعلا راح تضيف لي شيء في مسيرتي. يا سلام عليك، قرار حكيم جدا يا ديف، ظهرت بشكل جدا جميل في عالم مارفل وقدمت اللي عليك، أنا الأوان للرحيل وأفضل وقت إنك ترحل والأمور طيب. والممثل جيرمي رانر وبعد إصابته الخطيرة في حادثة مع سيارة جرف الجليد، أحب أقول لكم يا جماعة أنه الآدمي بدأ يتماثل للشفاء وصحته ولله الحمد صارت أحسن، وكتب رسالة وشارك صوره مع متابعينه في السوشيال ميديا. أي نعم يا جماعة الحادثة في البداية كانت مرة خطيرة زي ما قلت لكم، ولكن الراجل ولله الحمد قدر يقاوم، والطب الحديث تقريبا أخرجوه من جنب المقبرة لأنه حرفيا يا جماعة بعد الحادثة حالته كانت جدا سيئة. عموما الحمد لله على السلامة يا كبير، ونشوفك إن شاء الله في أفلام مارفل مرة ثانية. وبدأ المخرج ريلي سكوت في البحث عن ممثلين للجزء الثاني من فيلم جلادياتور بعد أكثر من 20 سنة. بعد أكثر من 20 سنة يا جماعة راح نشوف جلادياتور الجزء الثاني، عاد ما أدري كيف الطريقة ولا أدري إيش بتكون القصة بالضبط، بس خلاص في عالم جلادياتور. ولكن إذا أنت مهتم تكون ممثل في فيلم جلادياتور الجزء الثاني، شوف الطريقة كيف، ابحث في جوجل ماني عارف، ولكن الأكيد إنه المخرج حاليا قاعد يدور على ممثلين. عاد يحطوك مقاتل ولا يحطوك سواق عربة ولا سياف ولا ساقي خمر، ما أدري عاد، بس إيش ابحث بطريقتك إذا أنت مهتم، ما في شيء صعب. في واحد خليجي قبل فترة ظهر بدور بسيط جدا في واحدة من حلقات House of the Dragon، ليش ما يكون أنت كمان؟ أنت وشطارتك. ووه يا الخبر الجاي يا جماعة، الممثل إيرون تايلر، الولد هذا يا جماعة أنا مرة أحبه ويعجبني تمثيله. المهم يا جماعة الآدمي قبل كم يوم تقابل مع شركة إنتاج سلسلة أفلام جيمس بوند. يب يبدو إنه راح يكون جيمس بوند الجديد. لحظة قبل ما تتحمس وقبل ما نتحمس، لسه ما في شيء رسمي. اوكي هو اكيد راح جلس معهم وقابلهم، والاهم والاجمل من هذا كله انه الاجتماع تم على خير وطلع الطرفين متراضين منه، ولكن هل تم تأكيد انه هو جيمس بوند الجديد؟ لسه ما في شيء اكيد، ومو بس فيلم واحد، يمكن 3 ويمكن 5. دايم اكرر ما في شيء رسمي، لسه ما تم الاتفاق، ولكن هذه الأخبار تقول إنه في احتمالية كبيرة إنه يتم الاتفاق. وأخيرا وبعد طول انتظار، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من الأنمي الأسطوري والرابع فينلاند ساغا وصلت. يا جماعة خلونا نحط الموسم الثاني على جنب، الموسم الأول من هذا الأنمي يعتبر تحفة، تحفة رائع جدا. شوية بس وأقول عنه مثالي ولا غلطة، قصة رائعة، أداء صوتي رائع، شخصية جدا رهيبة، إخراج جميل، بدأ بشكل شيق وانتهى بشكل تاريخي. لو ما تابعته
تابعه، حتى لو مالك في الأنمي تابعه، اسمع كلامي. واحد من أروع الأعمال اللي جسدت عصر الفايكنج بأكثر طريقة جدا رهيبة. عموما اللي بقوله لكم، الحلقة الأولى من الموسم الثاني نزلت، تقدروا تتابعوها وين؟ على نتفليكس ولا على شيرنوبل؟ شيرنوبل وش دخل أم شيرنوبل؟ كرانشي رول. وختاما يا جماعة، الممثل براد بيت يبيع حصته في شركة الإنتاج الخاصة فيها أو اللي كان يملكها، وصرح تصريح جدا جدا قد يكون حزين لكثير من الجمهور، وهو إنه راح يترك التمثيل أو يعتزل التمثيل بنسبة 50% إن صح القول. يعني أوكي ما راح يعتزل، ولكن راح تقل مشاركاته في الأفلام الجديدة. يعني لو شفت له فيلم واحد في السنة بتكون حاجة مرة كويس. وذكر براد بيت إنه السبب لهذه الخطوة الجريئة هو إنه يبغى يتفرغ لحياته، وإنه 30 سنة اللي قضاها في صناعة الأفلام نال كفاية منه. وذكرت بعض المصادر إنه راح يشيل نفسه وينتقل للعيش في فرنسا في محاولة متواضعة منه للتقاعد والبحث عن السلام والراحة. طبيعي يا جماعة، الآدمي بقدر ما حياته كانت حافلة وناجحة جدا، إلا إنه زواجه وطلاقه من أنجلينا جولي كمان قسم له ظهره وسبب له هلوسة وجنان. الآدمي كويس إنه ما سوى بنفسه مصيبة أصلا، غنى عمره 59 سنة. عن نفسي صراحة بيوحشني براد بيت، مرة أحب براد بيت وكل أفلامه تقريبا أو أهم أفلام متابعته، بس في نفس الوقت والله معذور، ما نقدر نقول لك حاجة غير كذا يا جماعة. 50% اعتزال، يعني لسه باقي يمكن قدامه 10 أفلام كمان إضافية، الله أعلم، ويمكن ما يوقف بس تقل مشاركاته في الأفلام لأكثر. اللي بقوله لكم 50% أفضل من 100%. بس والله يا جماعة هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، لايك الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب كلهم في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.